يا شباب، طبعا الباشر عندنا سفرة بالمدرسة جيهان. طبعا عندنا سفرة على دمسكينة و بارك سامي. طبعا الأستاذ محمد هو أبو الأرض مالتنا قال ما يصير تلبسون إلا من المدرسة، على إذا ضعنا على مود يشوفنا على حواس المدرسة. فعشان أسوي الباشر راح ألبس. فالمشكلة أنه الأستاذ ما قبل أنه يجيب آيباد، فشي زعل. يلا باي باي، لا تنسوا تعطونا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي، أحبكم.